لعد كل عقنا تمو أجن أيام بس برك بعض خد خجعي ودرت مركا أيام دار بعضن بعض خجعي بعضن قاضي دار سرت لاب كتيرك أنا بس بر ردينا ما نو بعرف إذا أينو كريمات جديدة بعدنا سكر أيضا أوكينه بارلينت قبل إذا أوكينه قبل إذا أوكينه قبل إذا سخادت مر بعدن مرنا مرة واحد جاي مفتن معه وحاول بس من باقا جاي يقول شيء معني كميس جوا اني اما خارو قميس ناي الات نصو داخ كنيال داس ستتير حوقو ربح شو دفتو حودا عودة ساركينا هاي وينكس دي ساعة من اللي سو بحي بيا اللي ورشي هدوم اللي سحري احمد محمد ابراهيم والبي توبنجير كي ستيتن كوكونا دولار كمرايكن كالوهستي ee bilooyinka xabsiga ugu jiray haatan waxa uu dib u helay xurriyadiisa waxa uu kaalin ka qaadanayaa holmaameedka guriga isaga oo caawinaya hooyadiisa Safiya Maxamed Nuur oo ku howlan dhaqista dharka Safiya ayaa hore shabeelle ugu sheegtay in wiilkeeda haweenay uu caawinayay ay ku sheegtay lacag dhan $80,000 Mareykanka hadaba Ahmed ha inooga sheekeyo kiiska la xiriira $80,000 Mareykanka ee xabsiga loo dhigay isaga oo 12 sano jir ah هذا كورت أن أي وجودك أي دهر بالكان يخاط سرت لاب كتيرك أن مركز كور باس بور ردينا باس بوركس ردينا ردينا ودار كتب أي دهر بالكان يخاط سرت لاب كتيرك أنا ما حاس ده بالكان باس بورك يا قدر سبب قبل ده بالين أدرست وقت هاي كتب بالين أدرست وردينا وردينا هي كتب بعضنا سوق هذا بارلين أوكي كده بارين مك أوكي داره بعد أي كان كده بارين بعد مك سخاره بارلين أوكي بارين كده إيد ميت كلو أحس إيد وياها إيش بتوكين كده بلا بوت في البحر بارين هذا لا أيه ده شيء كده بقى كده بمكس داره بارلين داره hana ku wana da dhahay telefoon ka lacay ku soo tuuray ka fiiri hana $10 a telefoon ka soo tuuray ka soo tuuray kadib barlina ma waxa daray cabada ma isku maanina kadib haweenki joognay barlina dar loo lacag tan qabso marka la is arkayna kadib waa kala tagnay ma kala tagnay كنت بسست وزي ما وحيد هر لعت أنت كنت كان الأساسية هر كنت بانا ذا أتت أنا مك أتت كنت بعوين كي أيه لو تروح على العق ما كان مخن إسكفير كنت وده هلا عن كو بعيد في مس أنا بعدي دي مس مش جيل لا ذي كفير وير كباسي مك كباسي كنت مك كباسي كنت أيه لعت إيه مخن وحيد هر أنا كده دل أنا دل عن كرسي اللي سخ هذا كده بقى أيوة أسكر على صوب ذي وحلو كي كوبيل كده وعتة كوبيل كده أسكر الصوب عا إيه كمشك مرخاء ما أنا لقي هاي وين كوي حرناين ما أنت سو واحد عمل دوسي كده دوسي مكلي صوب عا كده وصلق لقي كده مكسر اللي صلق اللي سوور سيد يا لقي مكبارس أنا لقي سيدي سكجوجي عبار سكجوجي سكجوجي كده ما لنا تعرف ما سيدي تلفون على الاستعمال وسكيالي لكن سي ما لنا تعرف تلفون على سكخاذي شو هو مر اللي سوحي له إيه ذي أو تلفون على سكخاذي كده بتلفون مر كله سكخاذي كده ابن أنا بايع خبطة لو هم عش معونين أحمد أي إنه شيء إن قبر أيده شيء هويني وعويني أي أدرسته inu u raadiyo baasaboor hooyadeed ay ka xareysay kadibna uu u keenay bacdan waxa ku jira uusan ka warqabin oo ugu dambeyn noqotay bac lacag ay ku jirto hooyo Safiya hadda waxay ku faraxsan tahay inay dib ula midowdo wiilkeeda oo bilooyin xabsi ku jiray laba bil oo uu ku xirnaa xarunta CID-da oo looga sii gudbiyay xabsiga dhexe ugu dambeyn Ahmed waxa uu joogaa guriga hooyadiisa hooyada Ahmed ay nooga sheekeysay kiiska wiilkeeda iyo halka uu marayo wiilkeegi walay soo day muddo 4 bilood u dhaw adiga 4 bilood wax dhiman oo wuxuu ku jiray marna xabsiga marna CID 3 bil CID oo ku jiray
هل بل أديكو أو وحير دمنه حبسه كجوري كتب محكمة دانا لكينة الحمد لله رب العالمين ويد ذالين أيقنا دولد وكيلة إيسو ديران قير الله سيو طود دير كدب عنو قوالي سودي ما شاء الله دقلو ويجوغا وفي عنيه واحد بلا هدير تان عن شيقنا ينمالها انت عنو قي قد داشي إنا ليسو في السحو دولد وزير دا اللوانة دا محكمة دي شرفت له انت بقاد دي قادي ومهن سنة مركان ولدن بيسك دي هذيك معنطان أنا قدرت أون معنى لي لهي هذيك مرخاتي عتهي ساي واحد عين واحد وشيك ساي واحد عين واحد وصو شيك ماشي عن قصو وضع دارني بس هبرت إذا ما وهاد الكرتي دا ولا نهيب هذا الكلام بواب الودي بيب كدب هذيك garsoorki iyo inta abukaatiga is arkeen alay adeen la imaada cunugay markay la soo deenay aniga waxba kale ma soo deen cunugaan wada lay dhahay bis ma isku soo laabaneena kadib nimankii adiga abukaati qareemada aniga ii doodayna banaanka isku aragnay ay dhahayaan insha Allah ilaahay khair la rajaynayna cunugaaga wax dhib ah dirtaan loo haasta malahan waa wada kartaa saasad cunugay banaanka isugu taaganyahay waxii gadaalka soo bixi doon mushi kari inkastoo ahmed uu dib u helay xurriyadiisa haddana wali kiiska waxa uu hor yaala maxkamada oo waxa uu xiran dhalinyaro kale kuwaas oo la sheegay inay ku lug leeyihiin kiiskan zakari ahmed muuse tv ga shabelle muqdisho ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees.